وهلا نور اكيد ننتقل لمحطتنا التالية مع سوق العمل والهاجز وراء التوظيف، وكثير من الفعاليات والمعارض اللي بتخص التوظيف أقيمت منها ذهب وابن البلد، ومؤخرا استعداد لمؤتمر جديد لنتحدث أكثر عنه وعن أهم محاور هيدا المؤتمر. معنا بصباحنا غير نهى شويحنة، مديرة في التنمية الإدارية. بدنا نقول لك بونجور ويسعد صباحك. بونجور، صباح الخير. صباح معنا صباح الخير. الخير. ليا هلا، صباح أهلا الخيرات. وسهلا فيكي. الله يسلمك. بالبداية خلينا نحكي مع بعض عن المؤتمر يلي صار، وهي المؤتمر التحضيري، يمكن خلينا نحكي عنه أكثر. تمام. هلا نحن كوننا اني فايتين على جامعات وسوق العمل وفي طلاب طلع الحمد لله تخرجون، يعني ان شاء الله هيك مباركين يا رب، وفي ناس عم تجه يعني بده يجهزوا حالهم لسوق العمل. فبهالفتره هي من هالشهر هذا بيكون في كثير معارض فرص عمل. هلا فعاليه فرص العمل اليوم، نحن اليوم الساعه 12 افتتاح لكمان معرض توظيف بالاشتراك مع منظمه الانروا. طيب هلا في كثير ناس عم تتساءل اني هل معارض الفرص العمل عم تكون فعالة أم لا؟ لما بنعمل استبيان وبنسمع الاستبيانات كثير بيكون في خيبة أمل من صحيح. الشباب، في نسبة يعني كتير خلينا من نكون العالم واقعيين. مقدمة بتكون، وفعلا ما بيكون في نسبة لسحب هدول الناس اللي عندهم أمل إنه يكون عندهم فرصة عمل بهيدي المؤتمرات أو هي الفعاليات والمعارض. تمام. يعني انا كنت مثلا احيانا بسمع اني من كون على الراديو بسمع اني مقابلات لايف او اني نحن شو الفيدباك تبعت هالمؤتمرات هاي. في خيبه امل، يعني بدي اقول شيء 70% 80% من الشباب صحيح. اللي نحن عم نستهدفهم بهي المعارض. طيب خلينا نقول اول شيء شو هي اهداف هالمعارض هاي وليه هالخيبه الامل الموجوده عند الشباب. بالنسبة للهدف، أكيد نحن الهدف أني أولاً بالفعل هو في فرص حقيقية وليست فرص وهمية، يعني الشركات المشاركة عندها. ونحن منقول أني نحن أنا من متابعة لسوق العمل بعد معرض دمشق الدولي كتير تحرك سوق التوظيف، صحيح. يعني عمل حركة وفي تفاؤل كتير كبير، ونحن هالسنة متفائلين أكثر بكتير من السنوات الماضية، وإن شاء الله يا رب السنة الجاي بتكون أفضل، وإعادة الأعمار بيجي فرص للشباب. وهذا أكيد، يعني ما في بلد بتكون بعد أزمة وحرب مثل ما رأيت علينا إلا يكون وراها انفتاح كتير كبير. ولازم نكون أنا كتير بقول لهم للشركات السورية المحلية استعدوا كتير لهالمرحلة، لأني ممكن نحن كتير شركات نتيجة التغيرات الكبيرة حتى تتأثر كتير سلباً، رغم اني بالازمه ما تاثرت، بالانفتاح تتاثر لانه ما هيئت، لاني يعني ما هي هيئت. شركات وحتى يجب ان وانا يعني برجع تامن باكد فرص عمل هلا. في عندنا ثوره جاي بالرواتب، ما في مجال. يعني انا من بعد معرض دمشق الدولي بديت المس هذا الشيء على ارض الواقع. فخلينا نقول اني في شبابنا في تفاؤل اني في فرص حقيقيه، لا تقولوا ما في فرص عمل حقيقيه. في فرص مقدمه قد ايه عامل الواسطه. انا بدي ارجع اقول اذا انت بسوق العمل 90% عندك بس. كفاءاتك وعندك السي في تبعتك قويه. هلا بقول لك انا ما عندي خبره عمل سابقه، نرجع لنفس المبدا، يعني هذا خريج جديد ما عنده خبره عمل سابقه، طيب شو الحل لها؟ الحل لها في كتير حلول موجوده. فهلا نحن ممكن نعرض بعض الحلول اللي ممكن تساعدك، ولكن هدف المعرض ليقول لك خليني اقول بالخطوه الاولى شو هو سوق العمل، شو هي الوظائف المفتوحة له، شو هي الكفاءات. يعني أنت فيك تقول أني اليوم أنا شو متطلبات هالوظيفة هاي. بعدين بيصير تقييم، عم تكون في محاضرات. يعني اليوم نحن بكرة في عنا ندوة رح تكون متوقعات توقع الشركات وتطلع المتقدمين للعمل. يعني هالفجوة هاي بين طلبات الشركات والمتقدمين للعمل، نحن رح تكون في محاضرة شو هالفرق بيناتهم لنخفف هالفجوة. يعني توقعات المتقدمين للعمل اني انا كتير كل واحد شايف حاله قد الدنيا. طب الشركات شايفتك قد الدنيا؟ ما عم تشوفك قد الدنيا. صح. ليه ما عم تشوفك قد الدنيا؟ لأن انت في كتير نقص عندك عم وبس يكون. وبس هيك، نحن استضفنا كمان من فترة بصباحنا غير طريقة تقديمك بالسي في كمان بتأثر نوعا ما، لأنه من خلال هي المعارض والفعاليات بتقدم سي في لفرصة عمل. تمام. كيف انت بتقدم حالك من خلال هي السي في كمان بيلعب دور كتير كبير من خلال اقتناء فرصة عمل. خليني اقول لك نور على سر، نحن كجمعي يعني كما كاشخاص مسؤولين عن التوظيف وهلا مشاركين بمعارض التوظيف، نحن اليوم لما يجي المتقدم، خلينا نقول لك شويه اسرار لونها. يعني شو لما يكون عم يتقدم، انت لما طريقه تقديمك للسي في مثل ما عم تقولي، نحن بنحط كود فورا، يعني عده نجم، 5 نجم، فمباشره لان نحن بدنا نفلتر السيفيات. بيجينا كم هائل من 2000 ل 3000 سي في بالمعرض. فانت اليوم بواقع الامر لما ترجعي على المكتب و3000 سي في، انت كيف بدك تفلتر بيناتهم؟ صح. اول شيء بنفلتر على حسب الاختصاص،
إذا كان ضمن الوظائف اللي نحن متطلب لنا ولا لا. ثاني شيء إذا كان الشخص عم يقدم نفسه بطريقة تقديمه أثناء المعرض، كان محادثته وتواصله أعطانا في مهارات التواصل اللي نحن بنحكي عنها، منحط كود وهو بيكون مباشرة. يعني إذا كل ما عد أخذ عدد نجوم أكثر، كل ما كان فرصه لما عم نفلتر السيفيات لنطلع من هالألفين، أول فلترة ممكن تكون معنا الأولى 500 أو 300. كتير أكيد موضوع انتقاء فرص العمل، أهمية تقديم السيفي بطريقة كتير صحيحة لنقدر نأمن فرصة عمل مهمة. تمام، فنحن لازم يعرفوا الناس اللي عم أو الشباب اللي عم يقدموا، أنت أول فلترة عم تكون هي خلال تقديمك نفسها للسيفي. تاني فقرة وكتير مهمة، نحن في الشباب لما عم يجوا بيقدموا السيفي تبعتهم، طريقة الكتابة عم تكون كتير مهملة، طريقه هيك استهتار كانك انت عم تكب وراءك وين ما كان، يعني بطريقه ما لك مستهدف عرفان وين بدك. اليوم الشباب حتى كفاءاتهم لبسهم، انت بتفكر يعني نحن اليوم كثير نقطه مهمه، الشباب العنايه بتقديم نفسهم باللباس، طريقه لما عم تجي على معرض ما تجي تفكر حالك رايح على السوق، انت جاي على مكان لسوق العمل اول مدخل لك، فخليك مرتب، البوس لباس رسمي، البوس ابيض اسود رمادي كحلي، الوان اللي بالفعل تحس الشركات انك انت جاي محترم ثقافة الشركات، يعني هدول هن الألوان اللي ما بتختلف عليها الشركات. لأني لما بشوفوك بريزنتابل، لما بشوفوك مرتب، بشوفوك أنيق، هذا كمان له دور بالمقابل له، لأن بالنهاية رح ياخدوك على أول شيء كمان مظهرك، يعني ما فيهم يحطوا، نحن نكون واقعيين يعني، فالمظهر له دور، شهاداتك، تعرف الاختصاص، تعرف تنتقي الأماكن اللي وتقدم نفسك بشكل صحيح خلال التواصل تبعه. اليوم حتى المحاضرات اللي عم تصير التعريفية يكسبوها الشباب. وبالنسبة لفرصة العمل، خبرة العمل، اللي برجع بيقول إني أنا ما عندي خبرة عمل، يا أخي روح في مركز التوجيه المهني، من فترة عملنا معهم كيس استدي حقيقية يعني على أرض الواقع العمل، عطتهم خبرة كتير عملية وفرص، كان إقبال رائع جدا. عملنا مع مركز عيادات العمل، عم تعمل في مراكز تطوعية، جمعيات الخيرية، هدول أنت 3 شهور بس أنا براهنك انتسب لألون 3 شهور، بعد 3 شهور رح تفرق شخصيتك ومهاراتك. نعم. هيئ حالك لسوق العمل من مهارات، بنرجع بنقول الكمبيوتر والإنجليزي، لأني عم برجع بأكد عليهم هن عقبة، شخصيتك، حضورك، حديثك، مهاراتك الأكاديمية ما عم تعكس أكيد نحن هذا الشيء. اليوم اللي عم يتقدموا لفرص العمل بيقول لك أنا والله دقولي شوف مندوبة وأنا متخرج، هلأ في كمان نحن ما بدنا نحط الحق كلياته على المتقدمين للعمل، كمان في الشركات للأسف عم تستغل حاجة الشباب لفرص العمل، فبيعطوهم كمان مواقع وظيفية غير ملائمة لإلهم حتى. نعم. يعني من الطرفين عم تكون عدم التوافق. هون خلينا شوي نحكي عن الشركات، نحكي كمان يعني مو بس الشباب والصبايا يلي داخلين على سوق العمل بدهم تدريب وتأهيل وهيك، كمان يمكن في بعض الشركات كمان يمكن بدها إعادة هيكلية من أول وجديد، تغيير يمكن كادر عمل، يمكن صار له فترة من الوقت، في روح جديدة لازم تتطور، وخاصة بمجال بمجالات محددة بغض النظر عن الخبرة، يمكن في عالم أحسن. هلأ ليا القطاع الخاص إذا رح نحكي عنه، مو القطاع العام، إذا يعني أغلب المعارض الفرص مع العام، يمكن معاناة مع العام، لما تحكي قطاع خاص إجمالا يعني التجدد فيه أكثر بكثير ودائم، والضخ فيه أكبر، وكل ما كبرت كان في توسع عم يكون في استقدام أو استقطاب لشباب أو روح شباب، وإجمالا الشخص يعني إلا بالشركات العائلية بتلاقي أكثر، الشركات العائلية بتلاقي إن الناس اللي صار لهم فترة طويلة هي أكثر نسبة من مثلا لنحكي البنوك والشركات اللي مبنية على كوبريت سيستم أو نظام الشركات. ولكن نحن في نقطة كتير مهمة من بدي نوه لها، إن نحن هل الأشخاص المعنيين أو مسؤولين عن التوظيف وقت عم يفلتروا السيفيات، أنتوا على شو عم تنظروا؟ هل هنن كفؤ؟ أنا ما يعني مع احترامي للجميع بس ما الكل كفؤ وعم ينظموا الناس، يعني دليل أني لما عم ينعرض عليهم فرص غير مناسبة لألون
هذا الكلام حسب الشاغر بتلاقي الفرصة يعني، حسب الشاغر يعني، مش أنا حسب الشهادة أو حسب الخبرة يعني، بتلاقي كمان مثل ما قلتي ما في شخص واحد بقيمك، لازم يعني شخص واحد بقيم، لازم أنا بتخيل يكون في لجنة كاملة هي اللي بتقيم. حتى لو في لجنة هو أهم في شيء شخص فني، بس نحن تخيلي مثلا يكون شخص متخرج مثلا جامعة بيقولوا له أنت بدك تشتغل مندوب، كانوا هيك عم يحكوا أحد اللقاءات. يعني نحن هل الوظيفة اللي عم ننتقيها ونتصل مع الشخص، الشخص وقت انت عم تعرض عليه فرصة العمل اللي موجودة، لذلك وقت التقديم رح يقول له هاي الفرص الموجودة عندي، هل هو يعمل مثل تشيك ليست مثل المتقدم للعمل اني انا هاي الوظائف اللي برغب فيها، مو تجي انت تعطيه فرصة غير اللي هو بيرغب فيها نهائيا. هلا ممكن يكون في تليفون ويشوفه هذا الكلام، نحن من خلال المعرض ومراقبتنا له فينا نشوفه، وان شاء الله يا رب يعني بيكون سوق العمل مساعد هالشباب لهالشيء ان شاء الله يا رب. نشكرك نهى شويحني على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد كاميرا الاخبارية السورية رح تكون متواجدة بالمؤتمر وتسلط الضوء عليه. شكرا كثير لك. شكرا لك وشكرا للمجهود يلي عم تقدموه من اجل يمكن استمرار التوظيف وتألق الشباب السوري بمكانه الصحيح، ودائما بنقدر نساعدهم ان شاء الله. شكرا كثير لك.